للسوشيال ميديا مش للاستعراض، اوكي؟ داخله بوجهي. أشعلت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني المعروفة باسم وذ نكهة مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقاطع فيديو تجمعها بالمشهورة اللبنانية دكتورة يومي. وظهرت رهف القحطاني بصحبة دكتورة يومي أثناء تبادلهما السخرية والضحك معا والرقص أيضا على أنغام الموسيقى. ونشرت دكتورة يومي فيديو جمعها برهف القحطاني أثناء تأدية رقصة القزوع التراثية معاً على موسيقى إحدى الشالات، وتعد تلك الرقصة فن من الفنون الشعبية الحربية في المملكة بمنطقة عسير، وتؤدى في المناسبات والأعراس وبعد الانتصار في المعارك قديماً. كما نشرت رهف القحطاني فيديو آخر أثناء مزاحهما معاً بعد أن وجهت لدكتورة يومي الحديث قائلة لها لازم أهكرك، لترد عليها الأخيرة ضاحكة أحلى تهكيرة. هلا شو عجبتك الرياض؟ يا ويل أمة. وعلق الجمهور على انتشار رهف القحطاني وزيارتها لكافة المشاهير الذين تحرص على الظهور معهم، وجاءت التعليقات رهف ما خلت مشهورة إلا راحت لها، وين اللي تقول ما بتتعرف على ولا مشهورة، رهف صايرة بكل مكان، أطلع لك مع كل المشاهير. يبلغ عمر رهف القحطاني 31 عاماً، وكانت تعمل في مكتب أمان الدمام كسكرتيرة، وذلك قبل أن ينتشر فيديو لها عبر سناب شات نالت من خلاله شهرة كبيرة، والسبب الذي جعلها تقدم استقالتها والعمل على تطوير حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. يجنن كيف تحسونه سكسي. طيب. وأصبحت الآن من مشاهير السوشيال ميديا خاصة على تطبيق سناب شات، ويتابع رهف القحطاني على منصة تيك توك عدد كبير من المتابعين، إلا أن حسابها على سناب شات اكتسب شهرة واسعة في السعودية، وتمتلك أيضاً حساب على تطبيق الإنستغرام الذي تنشر من خلاله صورها بصورة مستمرة. وجاء سبب تسمية رهف القحطاني بـ وذ نكهة بسبب الفيديو الكوميدي المنتشر لها، وهي تطلب المشروب قائلة أبغاه وذ نكهة الفراولة، وهي الجملة التي علقت في أذهان الجمهور وتم تداولها بشكل كبير وساعدت في شهرة رهف القحطاني. بنات الحين عندنا اختبار اللهجات. اوكي يلا.